طيب نرجع تاني للأسعار. الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مساء الخير يا دكتور. كنا بنتكلم يوم السبت وقلت لنا إنه الأسعار يومين ثلاثة وهتنزل، والحقيقة إن الناس بتقول الأسعار ما نزلتش لسه، ما زلنا في نفس الوضع، الأسعار لسه غالية. إحنا فين دلوقتي؟ مساء الخير مدام لميس، ومساء الخير للسادة المشاهدين. ويمكن احنا من 2011 بنلف في اللفه دي بانتظام في هذا الموضوع. أيوة. حضرتك احنا للسنه السادسه على التوالي في مبادره اهل رمضان، في خليه نحل شغاله حاليا ما بين 27 غرفه تجاريه من السلوم لحلايب للعريش، كل جمهوريه مصر العربيه جاري انشاء. المره دي ضاعفنا عدد المنافذ اللي بتتنفذ على مستوى الجمهورية. تم التوافق مع المنتجين، سواء منتجين مصريين أو من القطاع الخاص أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، على كم كبير. احنا وصلنا دلوقتي لحوالي تقريبا 8000 منفذ ما بين أهل رمضان، ما بين كلنا واحد، ما بين الخدمة الوطنية. المنافذ كلها مغطية جمهورية مصر العربية، وحاجل الأسعار وتوافر السلع. وفي حوالي 3 مليون كرتونه ما بين وزاره التموين، ما بين تحيا مصر، ما بين الاوقاف، ما بين الداخليه، ما بين القطاع الخاص، سيتم توزيعها من خلال الجامعات الاهليه في مختلف المحافظات. طيب بالنسبه للاسعار، تم امبارح واول امبارح اجتماعات مكوكيه ما بين معالي وزير التموين، وزير التجاره والصناعه، وزير الزراعه، مع قطاع من المنتجين. كان منتجي الدواجن والبيض، تم التوافق معهم على اسعار مخفضه هتبتدي تنزل من بكره الصبح ان شاء الله. اللي بالنسبه للحوم، ما بين اللحوم الهنديه ب 55 جنيه الكيلو، البرازيلي ب 85، السوداني الفريش المذبوح في مصر ب 95. تم الاتفاق مع 60 مضرب من كبار مضارب الارز ان يتم عرض رز مخفض. هيتم توفير الزيت باسعار ما قبل الازمه، اسعار اوائل فبراير. الزيت باسعار ما قبل الازمه؟ ده تم التوافق مع كل المنتجين. حضرتك ما تنسيش يا فندم، وكنت معانا في هذه القصه، حضرتك سواء في الكورونا، سواء في 2011، سواء في 2014، ما فيش سلعه نقصت في السوق المصري، تجار مصر بيقفوا مع الشعب المصري في الازمات، والكل هيتحمل يا اما خفض هامش الربح الى صفر، يا اما ان هم حتى في بعض التجار التزموا والمنتجين التزموا ان هم يبيعوا بخساره خلال مرحله رمضان. بخساره؟ بخساره اثناء مرحله رمضان، الزيت هينزل بخساره. ايوه، ده فين؟ ده في المعارض، لكن انا دلوقتي بقارن بالمنافذ اللي بره. يعني اولا خليني بس نرجع جزء جزء. اولا 8000 منفذ ده طبعا رقم ممتاز، ولكن 8000 منفذ على 27 محافظه على 100 مليون برضو ده يعتبر رقم محدود. لا بس حضرتك في نقطه مهمه جدا، ودي تجربتنا في الست سنين اللي فاتوا. المنافذ بتوزع بطريقه استراتيجيه على كل المراكز الرئيسيه على مستوى المحافظات. اللي بيحصل لما بتنزل السلع بالاسعار المخفضه، اوتوماتيكلي بيقبل كل البقالين والسوبر ماركتس المجاورين ليهم وفي القرى المجاوره، بيضطر ان هو ينزل باسعاره لاسعار هذه المنافذ. وفي كميات كبيره سيتم ضخها، فالمواطن بينزل يشتري الاستهلاك بتاعه بتاع شهر رمضان مرة واحدة من المنفذ اللي هو بيروح. فهي العملية انت بتأثري على السوق عشان اشد الاسعار كلها الى اسفل. وده الى جانب ان السلاسل التجارية حوالي 2000 تقريبا فرع للسلاسل التجارية، كل واحد فيه هيبقى فيه ركن الان رمضان بيوفر نفس السلع بنفس الاسعار. طيب انا بس هأحيلك للريف، وانا عارفه انك انت من الريف يعني، وده اصلنا كلنا، لكن في المراكز بعيدة عن بعض، القرى بعيدة عن بعض، في قرى بتبقى متجاورة، لكن أنا هنا لو حطيت منفذ مثلا في مركز فبينه وبين المركز التاني 20 كيلو، والمركز بيبقى فيه عشرات القرى، فأنا هنا يعني حضرتك برضو في عدد كبير من العربيات المتجولة اللي هتطوف على القرى والنجوع والمناطق النائية.
طيب ده مهم الحقيقة، لأنه القصة هنا أنا برضو مش عايزة أكون مهتمية بعواصم المحافظات وناسية الريف اللي هو الحقيقة معظم المصريين يعني، ومعظم المصريين يعني حضرتك كمثلة الأيوبية مثلاً إحنا كنا بنعمل منفذين فقط، السنة دي 8 منافذ متوزعة على كافة المراكز على أساس إن أنا بنغطي المحافظة بالكامل. حضرتك كافة المحافظات، كلمني عن المنيا، كلمني عن أسيوط، كلمني عن سوهاج، دي المحافظات الأكثر فقراً والأقل دخلاً وأكثر احتياجاً. حضرتك محافظات الصعيد، حضرتك وأنا بكلم حضرتك أنا بتابع مع الغرف التجارية في كل محافظة، عندك المنيا مثلا فيها 9 منافذ هتتعمل متوزعة على كافة المراكز الرئيسية. في نفس الوقت هيبقى في حوالي 20 عربية متجولة بتطوف على القرى والنجوع في المحافظة. ده بيتم في كل محافظات مصر. طيب معلش أنا هقف عند المنيا، المنيا 9 مراكز ده أو منافذ ده قليل، معلش خليني أقول لك، لأن فيها كام؟ فيها 7-8 مراكز المنيا، فأنت بتقول لي إنه كل مركز بمئات القرى أو بعشرات القرى حواليه، فبتقول لي إن في منفذ واحد في كل مركز، ما أنا بس بحاول إن إحنا نسهل الخدمة العظيمة اللي الدولة بتعملها دي بكل هيئاتها توصل للناس فعلاً، وما تبقاش الناس تعبانة إنها لازم، انت فاهم ده الاكل والشرب، انا لازم تنتقل انتقالات وبمواصلات من قريه بعيده لحد المركز علشان تروح تشون اكلها بالاسبوع ولا بالاسبوعين وترجع، يعني ما ده برضو مواصلات وتكلفه. ولكن النقطه المهمه ان انا ما اقدرش اعمل منفذ وما اعملش احلال للسلع اللي فيه مش يومي، كل ساعه بمجرد بيع المخزون اللي موجود لازم يتم احلاله، ده اللي اهم بالنسبه لي. فالقدره اللوجستيه ان انا ازود عدد المنافذ عن كده هترسي في الاخر ان المنافذ ما بقاش فيها سلع كافيه. فالهدف الاساسي ان المنفذ يفضل طوال ساعات العمل بتاعته بيتم احلال ما تم بيعه فورا، بحيث المواطن لما بيروح هيلاقي السلع المخفضه بكميات كبيره. ما ننساش ان حضرتك هناك عدد كبير من المنتجين زي منتجي الزيوت، منتجي الدواجن والبيض، التزموا ان الاسعار اللي هيقدموها هتكون على مستوى الجمهوريه بالكامل في كل المنافذ اللي هم بيشتغلوا عليها. بنتكلم على من اصغر بقال لاكبر سوبر ماركت. طيب انا معاك، بس انا برضو معلش هرجع تاني لعدد المنافذ وهفضل في المنيا برضو. انا هو الزملاء جابوا لي تعداد سكان المنيا 6,200,000، يعني لو فيها 9 منافذ في المنيا فمنفذ لكل 1.5 مليون مواطن. لا محتاجين، انا عارفه والاحلال والتجديد مهم مهم وكل حاجه، ولكن برضو بالاضافه للعربيات احنا محتاجين نزود عدد المنافذ. وانا بتوجه بده في ليه الداخليه وليه التموين وليه القوات المسلحه وليه الزراعه، كل الحكومه محتاجين نزود الشوادر في المراكز، بالذات مراكز الصعيد والمحافظات الساحليه والحدوديه، محتاجين نزود ده بصراحه. 8,000 مركز مش كتير، معلش يا دكتور. حاضر، نحاول نشتغل عليها، بس يعني حضرتك او شوادر، مش لازم منافذ، ما ممكن تبقى فيه شوادر. هي المنافذ، ما هي المنفذ عباره عن شادر كبير بيتعمل في منطقه سهل الوصول ليها، فيها كهرباء لان انا بيبقى عندي ثلاجات لان بقدم لحمه وفراخ، فالعمليه من الناحيه اللوجستيه من اصعب ما يمكن. احنا حضرتك مش ضعفنا، احنا فوق الاربع مرات مكان العام الماضي. مش احنا بس، يعني كأهلا رمضان، كمبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد، كمنافذ وزارة الدفاع، كمنافذ وزارة التموين. وحضرتك ما تنسيش ان داخل مع دول الجمعيات، داخل مع دول حوالي 2000 منفذ من بتوع جمعيتي التابعة لوزارة التموين. فحضرتك هناك توزيع كبير جدا للمنافذ، انا اللي بتكلم عليها المنافذ اللي بتبيع كافة السلع اللي قدرنا ان احنا نوفرها بالاسعار المخفضة، ويضاف اليها المنافذ بتاعت وزاره التموين الجمعيات المنتشره على مستوى الجمهوريه بالكامل، والمنافذ بتاعت وزاره الداخليه والمنافذ بتاعت وزاره التموين. طيب يعني برضو لو رجعنا المنيا، هي منفذ لكل 700,000-800,000، انا عدنا الحساب مره اخرى، ولكن احنا ننتقل من النقطه دي. عايزه بقى نتكلم على منظومه العيش.
العيش اللي زاد 100%، ايه اللي بتفكروا فيه حضرتك؟ كنت اتكلمتنا قبل كده على فكره ان وزير التموين او التموين تدي المخابز، بعض المخابز السياحيه الدقيق بسعر منخفض بشرط انه الاسعار تنزل. مش بس الاسعار تنزل، هو ما بيجري دراسته حاليا وخلاص بننتهي منه، ان نفس المعامله اللي بتتعمل مع المخابز المدعومه، المخابز البلدي، ان انا بحسب معاه التكاليف بتاعته، ربحيته، وربحيه عادله ما فيهاش مشكله، وبحط سقف لسعر العيش، وهو ملزم ان هو يبيع لحد اقصى هذا السقف، ممكن ينزل تحتيه من اجل خلق المنافسه ما بين المخابز المختلفه. ده مش بس في العيش، ده هيبقى العيش والمكرونه. فبتعمله سعر استرشادي يعني؟ لا مش استرشادي، السعر ده هيبقى ملزم. للمخابز اللي هتخش في المنظومه، هياخد الدقيق بالسعر المخفض، وفي هذا الاطار هو ملتزم بان هو يبيع العيش بحد اقصى، وهيبقى العيش وقتها بالكيلو، بشتري 200 جرام، بشتري 300 جرام، الكيس على حسب العبوه بتاعته وزنها قد ايه، وفي الحاله دهيت هناك حد اقصى لسعر كيلو العيش. فانت ده بالنسبه لل يعني المواطن هيشتري العيش بالكيلو مش بالرغيف. مش بالرغيف. عشان الرغيف صغر، الكيس نقص منه حته عيش، الكلام ده مش هنشوفه تاني. طب ايه ميزه هذه المنظومه؟ ميزه هذه المنظومه ان انا الارتفاع الغير مبرر في اسعار العيش، سواء المخبز بيشتري الدقيق بسعر غالي او المخبز رفع السعر من نفسه، اقدر ان انا اتحكم فيه. تقدر تعمل له كمان يعني تعمل له غش تجاري، لان هو ساعتها بقى انت عارف الوزن كمان بتاع العيش او وزن الكيس. بالظبط، انا بدل ما بشتري، حضرتك لما بتشتري عيش، انا ابسط حاجه يصغر حجم العيش، يقلل عدد القطع اللي موجوده في الكيس. وغالبا بيصغر حجم العيش، هو بيسيب الكيس فيه خمس ترغيفه وبيصغر حجم العيش. انا بالنسبه لي اللي هيبقى مسعر هو كيلو العيش، الكيس بقى ربع كيلو، نص كيلو، 300 جرام. ودي يمكن حاجه تانية بنشتغل عليها دلوقتي، انا عندي هالك في الخضر والفاكهه حوالي 30%، لان للاسف اسلوب شرائنا بالكيلو ده غير عملي. يعني للاسف في مصر الاغنياء هم اللي بيشتروا بعدد القطع اللي محتاجينها، انا محتاج ثلاث برتقانات، ثلاث موزات، بوزنهم بدفع ثمنهم. الفقير بيشتري يا كيلو يا اثنين يا ثلاثه، فبيضطر ان هو ياكلهم وهو مش محتاج ياكلهم، فبالتالي او بيبوظوا، استهلاك عنده بيزيد، او بيبوظوا ساعات، بيبوظوا بقى في هدر. مظبوط. فحضرتك احد الاليات التانيين اللي شغالين عليها حاليا ان احنا بنساعد المواطن ان هو يرشد استهلاكه، ما بقولش يخفض استهلاكه، لا يرشده بالشكل، يرشده بالشكل، يعني عشان بس الناس لما بتسمع ترشيد للاستهلاك يقول لك هو انتوا عارفين حاجه وانتوا حاسين بحاجه، بنسمع الجمل دي كتير، فلكن يرشده بمعنى ان هو يستهلك ما يحتاجه، يشتري اللي هو محتاجه، مش يشتري حاجات ويرمي ربع الحاجه ترمي عشان تبوظ، عشان هي باظت. ومن ضمن الرمي يا فندم ان انا اضطر اكلها قبل ما تبوظ، او اضطر اكلها قبل ما تبوظ. طيب دكتور، يعني اذا المنظومه الجديده دي انا شايفه انها منظومه ممتازه، اولا هتدي له الدقيق بسعر مخفض قد ايه؟ بالسعر بتاع وزاره التموين. بسعر العيش المدعوم. ده هيبقى مديل استراتيجي. وده ديل لفتره مؤقته، لفتره الازمه دي فقط؟ حضرتك القطاع الخاص كان دائما، وهو اللي بيورد لوزاره التموين، القطاع الخاص كان دائما ارخص من منظومه وزاره التموين، ولكن المشكله في الفتره الحاليه، ويمكن معلومه القليلين اللي عارفينها، حضرتك الدقيق اللي موجود او القمح اللي موجود في المواني ده على ارض مصر فعلا، ولكن ملك الشركات العالميه لم يتم استيراده بعد. فلما باجي استورد واعمل استماره اربعه، اللي بيحصل ان هو بيحاسبني على سعر بورصه شيكاغو النهارده. دي نقطه مهمه. من شهر ايام الرخص. ولكن بشتريه بالغالي، ده سبب رفع سعر القمح والدقيق. طيب. في القطاع الخاص. دي نقطه مهمه عشان ناس كتير بتقول لك الله، هو احنا لحقنا نستورد؟ لا يا جماعه، الحكومه ما استوردتش لسه،
لكن لا القطاع الحكومه، لا لا ده القطاع الخاص، الحكومه أيوة. حاجتها ملكها جوه الارض، ملكها بقى. موجوده جوه صوامعها جاهزه، لكن ده القطاع الخاص ده الدقيق موجود في المواني، لكن هو بيتحاسب بسعر النهارده، وهو بياخده من المينا بيتحاسب بسعر النهارده، وبالتالي هو ده السعر اللي غلي، علشان كده كل حاجه غليت في قصه المخبوزات. مظبوط كده مش كده يا دكتور علاء؟ تمام يا فندم. طيب المنظومه دي متوقعين اولا اتوافق عليها خلاص، امتى هيتم تطبيقها؟ هتشمل كام مخبز؟ دي هتبقى مفتوحه لكافه المخابز التي ترغب في ذلك. المخبز اللي عاوز يروح يشتري من باتيسري عيش غالي هو حر، ودول هيبقوا خارج المنظومه، انما الدراسه بتاعتها بنخلصها حاليا، متوقع خلال ايام قليله تبقى الدراسه انتهت، تعتمد من مجلس الوزراء ويبدا التنفيذ. هنلحق يعني قبل رمضان ولا امتى؟ ان شاء الله قبل رمضان ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا على المجهود، طبعا بشكر فعلا لازم اشكر الغرف التجاريه والتجار الامناء، ويعني لازم نقول ان في مصر في ناس قلبها على البلد في مصر، عشان بس احنا دايما يقول لك التجار جشعين، التجار كذا، المخابز كذا، في لك وفي مستغلين، ولكن معظم الناس قلبها على البلد.